الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل بمقدار دولار و4 سنتات ليصل إلى 75 دولارا و61 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط بمقدار دولار و4 سنتات ليصل إلى 78 دولارا و61 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد أن أنهت انخفاضا حادا في الجلسة السابقة سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام مع تذبذب المستثمرين بين المخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات النفطية. وصف باحثون في الشأن الاقتصادي موازنة 3 أعوام بالكذبة التي تعكس حالة من التخبط في إدارة الملف الاقتصادي في العراق، وأكد الباحثون أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية، مشيرين إلى أن الموازنة التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب. كشفت شركة ألمانية متخصصة ببيانة السوق والمستهلكين بالعالم أن العراق صدر إلى دول مختلفة في العام الماضي بضائع بقيمة حوالي 115 مليار دولار، وأضافت أن العراق استورد بضائع خلال العام الماضي ما قيمته 95 مليارا و530 مليون دولار، مشيرة إلى أن الميزان التجاري لعام 2023 كان لصالح العراق، حيث كان الفائض التجاري للعراق 20 مليارا و420 مليون دولار. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.